أهلا بكم مجددا من العاصمة التركية أنقرة، حيث نتابع هنا يوم التصويت في جولة الإعادة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد الجولة الأولى التي كانت قبل أسبوعين، والسباق يحتدم بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة زعيم تحالف الأمة السداسي كمال كليتشداروغلو. الآن واليوم ما زال الأتراك يصوتون في هذه الجولة. أردوغان في الجولة الأولى كان متقدما بأربع نقاط، وأثناء التصويت تابعنا في النافذة السابقة كيف أن الرئيس رجب طيب أردوغان وكمال كليتشداروغلو صوت في صناديق الاقتراع في نفس الوقت. إسطنبول في أردوغان صوت في إسطنبول، كليتشداروغلو صوت في أنقرة. قال الرئيس التركي تعليقا على التصويت وعملية الاقتراع أن الاقتراع والعملية تؤكد صحة الديمقراطية، العملية الديمقراطية في تركيا، وتوقع أردوغان بعد الإدلاء بصوته أن تمر الإجراءات والتصويت والعملية الانتخابية بسلاسة. أتوقع أن تكون هذه الانتخابات سلسة وتظهر نتائجها بسرعة، لأن التنافس محصور بين مرشحين. الناخبون يشهدون لأول مرة جولة إعادة في الانتخابات تحت ظل النظام الرئاسي الذي وضعناه، ونشاهد الإقبال الكبير على التصويت، وقد بلغ تقريبا 90% خلال الجولة الأولى، وهذا دليل على أن الديمقراطية حية في تركيا، وأننا نعيش حياة سياسية ديمقراطية والكل يشارك، وبالتالي أتمنى أن تنتهي هذه العملية بما فيه الخير والصلاح لتركيا. في المقابل فإن المنافس الرئاسي زعيم المعارضة كمال كليتشداروغلو قال بأن المعارضة في هذه الانتخابات تعرضت لحملة قاسية من الفبركة والأكاذيب من قبل تحالف الشعب والرئيس رجب طيب أردوغان، ودعا أنصاره والناخبين جميعا إلى التصويت بكثافة وعدم التخاذل في هذه الجولة من أجل التخلص مما وصفه بالحكم الدكتاتوري في تركيا. نحن في المعارضة واجهنا حملة كبيرة جدا من الافتراءات والأكاذيب. نخوض هذه الانتخابات بشروط غير متساوية وليست عادلة، لكننا مع ذلك نريد أن نغير الوضع الذي تعيشه تركيا وأن نعود إلى الديمقراطية والحرية، وندعو كل مواطن للذهاب للاقتراع واستخدام صوته للتغيير. الآن نذهب مجددا إلى شبكة مراسلينا هنا في تركيا من اسطنبول، معنا مراسلنا محمد المشهراوي، ومن أنقرة مفدنا سمير عمر، ومن إزمير في غرب تركيا مفدنا نايف المشاكبة. محمد مشهراوي، أبدأ معك من اسطنبول، كيف هي كثافة الاقتراع حتى الآن، وهل هناك من مشاكل على الرغم من أن وزير الداخلية قال أن الأمور تسير بسلاسة؟ يعني نلحظ كثافة تصويت غير مسبوقة، ربما أكثر من الجولة الأولى. هذه الكثافة في الإقبال على مراكز الاقتراع وتحديدا في المركز الذي نتواجد فيه على الأقل، جاءت بعد دعوة كل من الرئيس أردوغان والمرشح كمال كليتشداروغلو المواطنين الأتراك للتصويت والمشاركة الفاعلة في هذه العملية. لا ندري إن كان ثمة علاقة مباشرة بين توافد أفواج كبيرة من المواطنين الأتراك على مركز الاقتراع، أو هي بالأصل كانوا ينوون القدوم في وقت متأخر في آخر ساعتين من الوقت المخصص لعملية الاقتراع. لكن على الواقع هنا ما نلحظه هو كثافة كبيرة جدا في أعداد الوافدين الذين اصطفوا بطوابير أمام لجان الاقتراع وينتظرون الإدلاء بصوتهم، علما أن عملية الاقتراع للشخص الواحد لا تستغرق أكثر من دقيقة، ولكن نظرا للأعداد الكبيرة المتوافدة هذا ما يعمل الصورة في الازدحام الحاصل. على صعيد المشكلات وفقا للمعطيات الرسمية وحتى ما صرح به رئيس بلدية اسطنبول أكرم إماموغلو، فإنه لم يسجل حتى الآن أي مشكلات على صعيد العملية الانتخابية، بل إن الأمور تسير بسلاسة والكل يشيد ويجمع بسلاسة
عملية الاقتراع والمأمول أن تنتهي بسلام وعلى خير، خاصة وأن وزير الداخلية يقول تم تخصيص أكثر من 600 ألف عنصر أمن لحماية هذه العملية، عملية التصويت والاقتراع. الهيئة العليا للانتخابات تتوقع الإعلان بوقت مبكر عن النتائج وأن تنتهي سريعا من عملية فرز أصوات المقترعين، وبالتالي ستكون العملية برمتها أسلس مما كانت عليه في الجولة الأولى. طيب، نذهب الآن إلى أنقرة مع موفدنا سمير عمر. سمير، كيف يبدو أو تبدو كثافة الاقتراع هنا في العاصمة أنقرة؟ يوسف، يفصلنا أقل من ساعتين على موعد إغلاق الصناديق أمام جمهور الناخبين الذي يحل في 5 بالتوقيت المحلي لتبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات. حتى الآن يمكننا التأكيد على أن تدفق الناخبين، ليس لدينا إحصاء صحيح دقيق، لكن على الأقل ما نرصده هنا أن عدد الناخبين لم يقل عن المرة الفائتة وربما يزيد. من سألناهم من أعضاء الحملتين والمشرفين على الانتخابات هنا يقولون ان معدلات التصويت تقريبا مثل المره الفائته، ويتوقعون خلال الساعتين المقبلتين ربما يكون هناك تجاوزا للرقم الذي سجل في الجوله الاولى. هذا من حيث عدد المصوتين ونسبه الاقبال على التصويت الموصوفه بانها الاعلى في تاريخ تركيا الحديث. على مستوى ما قاله كمال كليتشدارأوغلو الذي أدلى بصوته في هذه اللجنة وخرج أمام هذه الكاميرات ليتحدث لوسائل الإعلام حين حذر من المساس بالعملية الانتخابية أو من وقوع مخالفات، ودعا الناخبين إلى التوجه لصناديق الاقتراع، البعض في حلف المعارضة يرى أن كلمات كمال كليتشدارأوغلو مبررة لأنهم بالفعل ضبطوا عدة مخالفات وتصدوا لها، كان آخرها ما حدث من عمدة إحدى البلديات في إسطنبول وهو يعني ينتمي لحزب العدالة والتنمية، وقالوا أنه كان يمارس دعاية انتخابية داخل الحرم الانتخابي في أحد مراكز الاقتراع وأنهم تصدوا له وأخرجوا. هذا بالإضافة إلى ما نقل قبل نحو 3 ساعات من وقوع تصويت جماعي لصالح أردوغان، وهو أيضا ما أكد عليه النائب السابق في حزب الشعب الجمهوري. على الجانب الآخر، فريق أردوغان يقول إن فريق كمال كليتشدارأوغلو يحاول الإهامة بوقوع مخالفات لأنه فقد الأمل في إحراز النصر في هذه المعركة، ويعتبرون ما نشرته وكالة أنكا أو بعض الحسابات المحسوبة على كمال كليتشدارأوغلو ليس صحيحا، وأنهم يحاولون التشكيك في الانتخابات حتى إذا ما خسروها يكون لديهم مبرر أمام جمهور ناخبيهم. هذا يعني طبيعي في تبادل التهمات، طبيعي بين فريقين متنافسين في معركة ساخنة على هذا النحو، لكن على الأقل لم نرصد أولا وقوع أي من المخالفات، ولم يكون هناك تأكيد من قبل المصادر المستقلة لوقوع مثل هذه المخالفات. ننتظر ما ستحمله الساعتان المقبلتان قبل أن تغلق صناديق الاقتراع أمام الناخبين الذين ما زالوا يتوافدون على مراكز الاقتراع كما يبدو حولنا. نعم. طيب، نذهب إلى إزمير إلى مراسلنا أو موفدنا هناك نايف المشاقبة. نايف، كيف يبدو الوضع في إزمير حاليا؟ يوسف، يعني هنا الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بناء على الاعتبارات السياسية وليست على الاعتبارات الخدماتية أو المطالبية، لذلك هذه المدينة هنا إزمير تعتبر معقل العلمانية في تركيا. يقول هنا المراقبون أن الناخب لم يسجل في السابق بحقه أي انتخابات كانت على أساس خدماتي أو مطلبي أو اقتصادي. بالدرجة الأولى الأمر السياسي والبعد والتوجهات السياسية هي التي تحكم
خيارات الناخبين عند صناديق الاقتراع. وأيضا يضيفون أن منذ عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا لم يستطع الحزب التغلب على حزب الشعب الجمهوري الذي يرفع راية ولواء العلمانية خاصة هنا في مدينة أزمير. ويقولون أن 5 انتخابات رسمية جرت في العقدين الماضيين خسر فيها حزب العدالة والتنمية وكسب فيها حزب الشعب الجمهوري. لذلك يقولون هنا أن هذه الاعتبارات السياسية هي التي توجه الناخبين. هذا من جهة. من جهة ثانية حالة يوسف حال عملية التعبئة الانتخابية التي سبقت الاقتراع يقولون أنها انعكست على شكل استقطابات وانقسام سياسي كبير خاصة في هذه الولاية في ولاية إزمير التي ترفع راية العلمانية. وهنا البعض يخشى من أن يكون هنالك توتر ما بعد أو في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، لكن هذا التوتر على الأرض لم نشاهد له أي أثر. هنا العملية الانتخابية تسير بسهولة بيسر، الأمن متواجد طبعا ضمن خطة ضمان العملية الانتخابية، وكل شيء هنا بيجري بسلاسة. لكن البعض يقول أن مرحلة ما بعد إعلان النتائج ربما يشوبها بعض التوتر، خاصة أن الانقسامات كانت حادة بين التيار العلماني من جهة وبين مؤيدي التيار الإصلاحي من جهة ثانية، وتحديدا في مدينة إزمير. يوسف. إذن أشكر شبكة مراسلينا في تركيا، كان في إزمير معنا موفدنا نايف المشاقبة، ومن أنقرة موفدنا سمير عمر، ومن أسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. شكرا جزيلا لكم جميعا.